اهلا وسهلا بيكم في قناة بوسي كروشيه. الفيديو بتاع النهاردة هنعمل مع بعض الغرزة دي، تنفع سكارف او شال. طريقة سهلة وبسيطة ومش بتاخد خيط كتير. لو اتعملت شال بتاخد حوالي 3 شلات، لو اتعملت سكارف بتاخد شلة ونص بالكتير قوي او شلتين على حسب الطول اللي انت هتعمليه. غرزة سهلة وبسيطة، والشال لو اشتغلتيه مثلا ما ياخدش معاكي 4 ساعات، والسكارف حوالي 3 ساعات بنفس الطريقة دي. طبعا انا هنا اشتغلت حوالي 250 سلسلة، عملوا معايا حوالي 2.25 متر في الطول. احنا بنشتغل الطول الاول، الطول اللي احنا عاوزينه للسكارف او الشال. فانا اشتغلت 250 سلسلة، عملوا معايا حوالي 2.25 متر. فانت طبعا لو بتشتغلي بخيط ارفع طبعا بتقيسي بالمتر علشان تعرفي انت هتشتغلي ازاي، ما تشتغليش السلاسل وتطلع قصيره. فانت بتشتغلي السلاسل بالطول اللي انت عاوزاه، وبعد كده تقيسي فتشوفي الطول على حسب الطول اللي انت عاوزاه للشال او السكارف. وبعد كده العرض بقى بترتفعي العرض اللي انت عاوزاه، انما الطول علشان ما تهديش الشغل لما بتشتغليه، فبتشتغلي بالطول اللي انت عاوزاه. بتشتغلي السلاسل الاول بالطول اللي انت عاوزاه. انا هنا استخدمت 250 سلسلة، ومعاهم ابره مقاس 5. الخيط ما كانش تخين ومش رفيع، فعملوا معايا حوالي 2.25 متر. انت لو بتستخدمي خيط تخين ممكن تقللي عدد السلاسل لو خيط اتخن من كده، او لو خيط ارفع بتزودي حسب عدد السلاسل على حسب الطول اللي انت عاوزاه. اشتغلت 250 غرزة سلسلة من مضاعفات 10، يعني تفضلي تشتغلي 10 10 10 10 لحد ما توصلي للطول اللي انت عاوزاه. انا اكتفيت بالطول ان انا اشتغلت 250 سلسلة. ممكن تشتغلي اكتر، ممكن تشتغلي اقل، على حسب ما انت حابه. بعد ما بنشتغل الغرز الاساسيه بنزود عليهم كمان 3 سلاسل ارتفاع، 1 2 3. بلف الخيط على الابره وبسيب ال3 غرز الارتفاع اللي انا اشتغلتهم، وبروح في الغرزه الرابعه وبشتغل فيها غرزه عمود بلفه. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبسيب غرزة 2 3. بدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة. بشتغل غرزة عمود بلفة في نفس المكان، بدخل وأعمل كمان 2 غرزة عمود بلفة في نفس الغرزة. يبقى انا بعد ما خلصت الغرزة الاساسية ارتفعت 3 سلسلة وسبتهم خالص، ورحت في الغرزة الرابعة اشتغلت غرزة عمود بلفة. بعد كده اشتغلت 3 سلاسل وسبت غرزة 2 3، ودخلت في الغرزة الرابعة اشتغلت فيها 3 غرزة عمود بلفة. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهسيب غرزة 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة بس مش كاملة. ان انا بدخل في الغرزة وبلف الخيط وبطلع من حلقتين وبسيب حلقتين على الإبرة، هروح للغرزة اللي بعديها على طول اشتغل برضو فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، بروح للغرزة اللي بعديها على طول وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة. بلف الخيط وبطلع من حلقتين، هيتبقى معي 4 حلقات على الإبرة. هلف الخيط واطلع من ال4 حلقات مع بعض. بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة وهسيبه وعد غرزة 2 3، وهدخل في الغرزة الرابعة وهشتغل في نفس الغرزة 3 غرزة عمود بلفة عادية كده، 1. وفي نفس الغرزة هدخل وعمل كمان 2 غرزة عمود بلفة كده، 2 كده، 3. يبقى ان انا بعمل 3 سلسلة وبلف الخيط على الإبرة وبسيب غرزة 2 3، وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة. وفي الغرزة اللي بعديها بدخل برضو واشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة، واللي بعديها بدخل فيها وبشتغل فيها غرزة عمود برضو بلفة مش كاملة. بيتبقى 4 حلقات، بلف الخيط وبطلع من ال4 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 3 سلسلة
بعد غرزة اتنين تلاتة وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها التزايد، ان انا بعمل 3 غرز عمود بلفة في نفس المكان كده، واحد نفس المكان بدخل واعمل كمان اتنين يبقوا كده 3، وبفضل ماشية السطر كده بنفس الطريقة، ان انا بشتغل 3 سلسلة وغرزة بعملها عادية، ان انا بشتغل في 3 غرز 3 اعمدة، واحد بسيب غرزة اتنين تلاتة وبشتغل 3 اعمدة بلفة مش كاملة كده اول واحد، وبشتغل في الغرزة اللي بعديها برضو غرزة عمود بلفة مش كاملة كده اتنين، واللي بعديها بشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة كده 3، بيتبقى 4 حلقات على الابرة، بلف الخيط وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض. بعد كده بشتغل 3 سلسلة بس بسيب غرزة اتنين تلاتة وبشتغل التزايد، ان انا بشتغل 3 غرزة عمود بلفة عادية في نفس الغرزة كده اول واحد كده اتنين كده 3، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبكرر بقى ان انا بشتغل 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة في كل غرزة، وبعد كده بشتغل التزايد، بشتغل في غرزة واحدة 3 غرزة عمود بلفة عادية، وبفضل مكملة كده بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر الدور، وهرجع لكم تاني اشوف هنقفل الدور ازاي. وصلت لنهاية الدور واشتغلت 3 سلسلة، هيتبقى معايا 5 سلاسل تحت، 1 2 3 4 5، هسيب اول 3 سلاسل 1 2 3، وهدخل في السلسلة الرابعة وهشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف الخيط وبطلع من حلقتين، وبدخل في الغرزة الأخيرة اللي هي الغرزة الخامسة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة مش كاملة برضو، بتكون 3 حلقات، بلف وبطلع من الـ3 حلقات مع بعض. يبقى بداية الدور كانت عندي عمود، نهاية الدور عمودين، وبداية الدور كمان هتكون معايا عمودين. هنتقل للراوند التاني وهرتفع 8 سلسلة، 2 3 4 5 6 7 8، وهلف الشغل هلف الخيط على الإبرة، وهروح عند التزايد اللي أنا كنت بعمل 3 أعمدة في بعض اللي هم أول أعمدة هتقابلني، وهشتغل في أول واحد غرزة عمود بلفة عادية، هشتغل في اللي في النص 2 غرزة عمود بلفة بس مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين، وفي نفس المكان بعمل كمان غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين، وبعد كده بلف وبطلع من 3 حلقات مع بعض، وبروح للعمود الثالث وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة عادية. وبعد كده بشتغل 7 سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة، وهلف الخيط على الابرة. انا مش هشتغل في التناقص اللي كنت بعمله في الدور الاولاني، اللي انا كنت بعمل 3 اعمدة في غرزة واحدة، انا بروح للتزايد اللي انا كنت بشتغل 3 اعمدة في مكان واحد وبشتغل فيه برضو بنفس الطريقة، هسيب التناقص خالص وهروح للتزايد، هشتغل في اول غرزة غرزة عمود بلفة، الغرزة اللي بعديها بشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده اول واحد، وفي نفس المكان بدخل واعمل كمان غرزة كده التانية، بعد كده بلف تلتة بطلع من 3 حلقات مع بعض، وبشتغل في العمود الاخير غرزة عمود بلفة عادية، وبشتغل 7 سلسلة، وبسيب احنا قلنا بسيب التناقص اللي انا كنت بعمله اللي هو 3 غرز كنت بشتغلهم في غرزة واحدة، وبروح عند التزايد وبشتغل في اول واحد غرزة عمود بلفة عادية، في اللي بعديه بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين، نفس المكان بدخل واعمل غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين،
بعد كده بلفه وبطلع من الثلاث حلقات مع بعض، وبعد كده بروح لغرزة العمود الأخيرة وبشتغل فيها غرزة عمود بلفة، وبشتغل 7 سلسلة، 3 4 5 6 7، وبنسيب التناقض زي ما اتفقنا، وبنشتغل في التلات التزايد اللي هم التلات غرز اللي كنت بعملهم في غرزة سلسلة واحدة، وبشتغل هو أول واحد غرزة عمود بلفة عادية، بشتغل في اللي في النص 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده، أول واحد كده التاني، وبلف وبطلع من 3 حلقات مع بعض. في الغرزة الأخيرة بشتغل فيها غرزة عمود بلفة بس، وبعد كده بشتغل 7 سلسلة، وبكرر اللي انا اشتغلته ان انا بشتغل بس في التزايد، ما بشتغلش في التناقص. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. اشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية الدور، دلوقتي هنقفل، فهشتغل 3 سلسلة وهلف الخيط على الإبرة 3 مرات، وهروح عند تالت غرزة سلسلة، هسيب العمود الأول وهروح عند تالت غرزة سلسلة واشتغل غرزة عمود ب3 لفة، بلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من حلقتين، وبلف وبطلع من آخر حلقتين. هيكون السطر التاني معايا بالشكل ده كده. هنتقل للسطر التالت وهشتغل 3 سلسلة وهلف الشغل في نفس المكان اللي اشتغلت منه 3 سلسلة، هدخل واعمل كمان غرزة عمود بلفة، وبعد كده هشتغل 3 سلسلة، هروح هنا عند الـ3 أعمدة، هشتغل 3 أعمدة تناقص اللي هو 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، هروح عند أول عمود وبلف الخيط وبطلع من حلقتين، دي غرزة عمود بلفة مش كاملة، بسيب حلقتين على الإبرة، بدخل برضو في العمود التاني وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة مش كاملة، بروح للعمود التالت وبشتغل فيه غرزة عمود بلفة مش كاملة، بيتبقى 4 حلقات على الإبرة، بلف الخيط وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض. الدور ده نفس فكرة الدور الأول، إن أنا بشتغل تناقص وبشتغل تزايد، بعد كده هشتغل 3 سلسلة، أروح أشتغل تزايد دلوقتي. أنا عندي هنا 7 سلاسل، هعدي سلسلة 2 3، وهدخل في السلسلة الرابعة اللي هي في النص، وبشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة عادية كده، واحد، وفي نفس المكان بدخل وأعمل كمان واحد، نفس المكان بدخل واشتغل كمان واحد، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبروح عند الـ3 أعمدة دولي بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين، وبروح للي بعديه برضو، وبلف وبطلع من حلقتين، وبروح لآخر عمود وبلف وبطلع من حلقتين، بيتبقى 4 حلقات مع الإبرة، بلف وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، وأنا عندي هنا 7 سلاسل، بعد سلسلة 2 3، وبدخل في السلسلة الرابعة وبشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة عادية كده، واحد كده، 2 كده 3، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة، وبروح هنا عند الـ3 أعمدة بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بسيب حلقتين والف وبطلع من حلقتين، بروح عند اخر عمود برضو وبسحب الخيط وبلف وبطلع من حلقتين، بيتبقى معايا 4 حلقات، بلف وبطلع من الـ4 مع بعض، بعد كده بشتغل 3 سلسلة، بروح عند الـ7 سلاسل وبشتغل في السلسلة الرابعة 3 غرزة عمود بلفة في نفس السلسلة كده، واحد كده، 2 كده 3،
وبفضل مكملة بنفس الطريقة ان انا برتفع 3 سلسلة، وبروح عند التلات اعمدة بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبلف وبطلع من ال4 حلقات مع بعض، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وبعد غرزة 2 3 وبدخل في الغرزة الرابعة وبشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة عادية كده. أول واحد في نفس المكان بدخل وأعمل كمان واحد، وفي نفس المكان بدخل وأشتغل كمان واحد، وبعد كده بشتغل 3 سلسلة وأكمل بقى بنفس الطريقة لآخر الدور، ان انا بروح عند ال3 اعمدة بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بعد كده بعد 3 سلاسل وبدخل في السلسلة الرابعة وبشتغل فيها برضو 3 غرزة عمود بلفة عادية وبينهم 3 سلسلة بنفس الطريقة كده، هكمل لنهاية الدور وهرجع لكم تاني. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر واشتغلت في اخر اعمدة 3 اعمدة بلفة مش كاملة، بعد كده هشتغل 3 سلسلة وهعد، هسيب سلسلة 2 3 وهدخل في السلسلة الرابعة وهشتغل فيها 2 غرزة عمود بلفة كده أول عمود، وفي نفس المكان هدخل وأعمل كمان عمود كده تاني عمود زي ما ابتدينا الدور هنا بعمودين، هنا برضو أنا هنا بعمودين هتكون معايا بالشكل ده كده. دلوقتي هنتقل للسطر اللي بعد كده وهرتفع 3 سلسلة وهدير الشغل، هروح في غرزة العمود هشتغل فيها غرزة عمود بلفة وبعد كده هرتفع 7 سلسلة 4 5 6 7 وهسيب التناقص، احنا بقى بنسيب التناقص وبنشتغل في التزايد، يبقى هنسيب ال3 غرز بتاعت الأعمدة ال3 غرز أعمدة بلفة مش كاملة، وهروح لل3 غرز أعمدة اللي هم عملتهم في غرزة واحدة، وهشتغل في أول عمود غرزة عمود بلفة، في العمود التاني هشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة كده واحد، في نفس المكان بدخل وأعمل كمان واحد، بعد كده بلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات وبروح للعمود التالت بشتغل فيه غرزة عمود بلفة، بعد كده بشتغل 7 سلسلة وبسيب التناقص وبشتغل في التزايد، بروح لأول عمود بشتغل فيه غرزة عمود بلفة، في العمود التاني بشتغل فيه 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة وبلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات، بشتغل في العمود التالت غرزة عمود بلفة عادية وبعد كده بشتغل 7 سلسلة وبسيب التناقص وبشتغل في التزايد، بشتغل في أول واحد غرزة عمود بلفة، بشتغل في العمود التاني 2 غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبلف الخيط وبطلع من ال3 حلقات مع بعض، في العمود التاني بشتغل فيه غرزة عمود بلفة عادية وبفضل مكملة بنفس الطريقة بشتغل 7 سلسلة وبسيب التناقص وبشتغل في التزايد، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر الدور وهرجع لكم تاني. السطر ده بنمشيه زي السطر اللي احنا عملنا فيه، بنسيب التزايد وبنروح للتناقص نشتغل فيه وبنعمل 7 سلسلة بينهم اللي هو السطر التاني تكرار للسطر التاني، هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارجع لكم دي. وفضلت شغالة بنفس الطريقة لحد ما وصلت لنهاية السطر اشتغلت 7 سلسلة، هروح عند العمودين هشتغل في كل عمود غرزة عمود بلفة كده واحد، وهدخل في 3 سلسلة واشتغل فيها غرزة عمود بلفة كده 2، الأسطر اللي جاية كلها تكرار للسطر الأول والتاني والتالت والرابع،
الشيل ده تكرار من 4 سطور، بنكرر السطر الأول وبعد كده السطر التاني وبعد كده السطر التالت وبعد كده السطر الرابع. هنكرر السطر الأول ازاي؟ ان انا هرتفع 3 سلسلة، هلف الشغل، هدخل في تاني عمود وهشتغل فيه غرزة عمود بلفة، هنا عندي عمودين، هنا برضو عمودين اهمت. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، دي هنعتبرها السلاسل اللي انا اشتغلت فيها في اول سطر. وهشتغل انا هنا عندي 7 سلاسل، هعد سلسلة 2 3 وهدخل في السلسلة الرابعة وهشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة كده، 1 في نفس المكان، هدخل واعمل كمان 2 غرزة عمود بلفة احنا بنكرر السطر الاول. وبعد كده بنشتغل 3 سلسلة وبنروح هنا عند الـ3 غرز وبنشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، بلف وبطلع من حلقتين وبروح للعمود التاني، وبلف وبطلع من حلقتين وبروح للعمود التالت، وبلف وبطلع من حلقتين، وبعد كده بلف وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض وبشتغل 3 سلاسل زي السطر الاول بالظبط. ان انا اشتغلت هنا في غرزة 3 غرزة عمود بلفة، وبعد كده اشتغلت 3 غرزة عمود بلفة في كل غرزة غرزة عمود بلفة مش كاملة، وبعد كده برضو بشتغل 3 سلسلة وبعد سلسلة 2 3 وبدخل في السلسلة الرابعة وبشتغل فيها 3 غرزة عمود بلفة عادية كده، اول 1 كده، 2 كده، 3، بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبروح هنا عند الـ3 أعمدة بشتغل فيهم 3 غرزة عمود بلفة مش كاملة، كون 4 حلقات، بلف وبطلع من الـ4 حلقات مع بعض بشتغل 3 سلسلة وبفضل ماشية بنفس الطريقة لنهاية الدور وبكرر كده. ده السطر الاول، بعد كده بكرر السطر التاني ان انا بشتغل 8 سلسلة وما بشتغلش في التناقص، بشتغل في التزايد بس. بعد كده بشتغل 3 سلسلة وبعمل في نفس الغرزة بشتغل غرزة عمود بلفة، بكرر السطر الاول والتاني والتالت والرابع. هي دي غرزة الشال من تكرار 4 سطور، السطر الاول والسطر التاني والسطر التالت والسطر الرابع، بكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لنهاية الدور وارتفع الاسطر اللي انا عاوزاها، وهرجع لكم اقول لكم انا ارتفعت كام سطر وعرض الشيل وطول الشيل وهنركب الشراشيب مع بعض ازاي. واشتغلت بنفس الطريقة لحد ما وصلت للعرض اللي انا عاوزاه، ان احنا بنعمل تكرار الـ4 سطور، السطر الاول والتاني والتالت والرابع. طبعا احنا اشتغلنا 250 سلسلة، 250 سلسلة دول اشتغلتهم بإبرة مقاس 5 وخيط مش رفيع، علشان انتي بتحددي الطول اللي انتي عاوزاه. يعني 250 سلسلة دول عملوا معايا طول حوالي 2.25 متر، الخيط كان مش رفيع ومش تخين، فانتي على حسب الطول اللي انتي عاوزاه بتقيسي اقل حجم السكارف او الشال، اقل طول ليه بيبقى 2 متر وممكن يزيد عن كده، وممكن السكارف تكون 2.25 متر والشال اقل حاجة 2 متر في الطول، علشان ما تتلخبطيش وتعملي 250 سلسلة بخيط رفيع مش هتظبط معاكي. فانتي ممكن تزودي السلاسل عن كده، ان انتي بتعملي مضاعفات 10 10 10، انا اشتغلت 250 سلسلة، ممكن تشتغلي 300 على حسب الخيط اللي انتي بتشتغلي بيه، وبتقيسي الطول اللي انتي عاوزاه للسكارف والعرض طبعا اللي انتي عاوزاه، ان انتي عايزة العرض كبير العرض قليل. انا عملت عرض السكارف هنا قليل علشان انا هلبسه على الكتف مش هلبسه على الكتفين، وهربطه بحزام من النص، فعملت العرض بتاعه مش تخين قوي مش رفيع. لو انت هتعملي سكارف طوله 2 متر والعرض مثلا بتاعه حوالي 80 سنتي او 70 في العرض اللي انت عاوزاه، الغرزة دي بسيطة ممكن تستخدمي معاها 3 بكرات شال لو شال 3 بكرات قصدي خيط لو هتعملي شال، لان الغرزة مفرغة. انما لو هتعملي سكارف حوالي بكرة من بكرة بكرة ونص اكتر حاجة يعني هتستخدميها في السكارف بالغرزة دي، غرزة جميلة وبسيطة
قلنا هنركب الشراشيب مع بعض. الشراشيب طريقتها بسيطة وسهلة، ان انا هجيب الطرف من تحت بالشكل ده كده، وهدخل في اي فراغ من تحت وبسحب بسحب الشراشيب وبطلعها من الناحية التانية. دي طريقة تركيب الشراشيب، طريقة سهلة وبسيطة. طبعا بتكوني مقطعة شراشيب كتير، فبتقعدي تركبي بقى على حسب انت عايزاها كتيرة او عايزاها قليلة. انا هنا عاملة 3 شراشيبات، 3 فتلات مع بعض، فهتكون معايا بالرفع ده. في كل فراغ هركب 3 شرشوبات بنفس الطريقة كده. هي غرزة بسيطة وجميلة، شكلها شيك جدا في اللون الجانجا. لو عجبكم الفيديو او استفدتم منه اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة.